تقدر تحل البيت في الدار. إذا تحية طيبة متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم من جديد، ودائما كنتواجد معكم من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من درب الكبير. اليوم معنا زوجة وزوج، يعني الزوجة المكافحة. ملي تنشوفوا مثل هاد السيدات المخلصات المكافحات في سبيل لقمة العيش، فصراحة كنفرحوا. قليل في كنشوفوا أم مجاهدة، فاليوم كتكافح من اجل الزوج ديالها. كيف ما كتشوفوا الزوج ديالها معاق، كتقابلو وكتقابل ولدها اللي مازال صغير. شحال في عمر ولدك لالا؟ سبع سنين. وكتقابلي حتى الوالده ديالو اللي هي طريحه الفراش. مرحبا بك لالا. بارك الله. كي دايره لالا؟ بخير، لاباس عليك؟ لاباس. ودائما الابتسامه على وجهك، تبارك الله عليك. واخا عاودي لينا على كيفاش كتعيشي مع الزوج ديالك، كيفاش كتقابليه، كيفاش خدامه؟ كنمشي عند الناس، كنصيح، كنصبان. رفعي صوتك لالا. كنمشي عند الناس، كنصيح، كنصبان، كنخدم عند الناس اللي عيط عليه، كنمشي نخدم عندو. داكشي اللي قسم الله كنجيب. انتي كتصرفي؟ انتي كتقابلي مهمتو؟ واخا عاودي لينا الحياة، كيفاش كتعيشي مع الزوج ديالك؟ فاش حينا قلبك؟ كنخدم عند الناس وكنجيبو وعايشة معانا مو وهو وليدي صغير. يلا تزوجتو. الحمد لله، الله يكمل عليكم بالخير ان شاء الله. امين. واخا عطي الميكرو للزوج ديالك. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام. لاباس عليك خويا رشيد؟ الحمد لله. كنشوفك فرحان. الحمد لله. شنو السر في الفرحه والابتسامه على وجهك؟ شنو السر؟ هو التخليقه ديال الله، تنحمد الله ونشكره. الحمد لله. باش نوريو المشاهدين مره اخرى، رشيد من مواليد 1975، كيف ما كتشوفوا مسكين تزاد بالاعاقه ديالو، ومع ذلك ما يائسش، يعني تزوج وبنت الناس، راه مكافحه كيف ما كتشوفوا. هي اللي كتخدم مسكينه عند الناس، هي اللي كتصرف عليه وعلى مهمتو، عندهم وليد واحد. الله يكمل عليكم. اليوم جيتي يعني قصتينا حنايا شوف تي في، بغيتي توجه النداء ديالك عبر القناة ديالنا للمحسنين باش يديرو لك شي مشروع على قد الحال، بحكم انك انت كتخرج وكتسعى، وحنا كاع كنسعاو الله. يعني كتقول هذيك المرأة يعني ما كتخدمش ديما، الزوجه ديالك كتمشي على حسب اللي عيط لها، كدير الميناج عند الناس. مرات فينا هذاك الشيء، مع الدري باقي تيقرا تيري مقابل تبدا مقابل يا امي. الحمد لله تنخرج انا نجيب لك خبيزه نقسمها مع امي ومع وليدي مع مولاي الدار. الحمد لله، الحمد لله وشاكرين، الحمد لله. وقع شنو خاصك اسيدي؟ شنو الطلب ديالك اليوم؟ وا كما تشوفوا راه كلشي خاف. الحمد لله، الحمد لله. شنو خاصك اسيدي؟ كنشوف ان نتوما اليوم كارين هذا البيت باش نوريه للمشاهدين. هذا هو البيت اللي كارينو، اللي كارينو من قديم الزمان بواحد المبلغ اللي هو بسيط. هذه الوالده ديالو. كي دايره الحاجه؟ لاباس عليك؟ بخير. كي دايره معاك مرات ولدك؟ بخير وبخير، الله يرضي عليها. مهلية فيك؟ الله يرضي عليها. الله يرضي عليها. شي قسم الله يفرقوا معايا، الله يرضي عليها. مقابلاك كتبدل لك حوايجك؟ خاصها ماكينة الصابون، كتصبن البيضة مسكينة. شنو خاصها ماكينة الصابون؟ لا الثلاجة،
لا ما كاين صابون لا بوطا لا فرالة بيضة صغيرة كيف عامل مصابرة معايا الله يبدا عليهم. هي اللي كتقابل لك انت ما كنتي طريحة الفراش ما كتقدرش توقفي على رجليها كالميمة. مشدت يا بيدي ما نوض. كتشد لك بايدك ضروري خاصك تشدي فيها باش تنوضي. باش ندوز خاصني باش نتقى بالدواء خاصني ندور لي سيري الطبيب ما لقيتش الحمد لله. الحمد لله. إذا الحمد لله الشريفة. الحمد لله. والله يخليكم ديما فرحانين مع بعضياتكم. الله يطول عمركم والله يدير بحسابكم. اذا المتتبعي قناه شوف تي في انتم شفتوا الشهاده ديال الميمه مسكينه كتقول مرات ولدي مهليه فيا مرات ولدي الله يخليها لينا هي اللي مقابله هي اللي كتبدل لها حوايجها هي اللي كتقوم بها فكتقول مسكينه ما عندناش الثلاجه ما عندناش التلفازه ما عندناش ابسط امور العيش ما عندناش البوطه فكنتمناو كنتمناو من المحسنين انهم يعاونوا هذه الاسره ساكن في هذه الغرفه عندكم غرفه وحده لالا هاد البيت هو اللي ساكنين فيه نتوما بثلاثة والوليد الصغير دابا نتوما كتشوفوا متتبعينا فين عايشين هاد الناس ما عندهمش مساكن حوايج ما عندهمش بلاكار بحكم انهم مازالين عرسان شنو النداء ديالك سيدي شنو بغيتي تقول؟ شكون اللي جابوا لك؟ جابوا لنا شباب من الدرب وغيرها الحباب عطاو لينا الحمد لله الحمد لله سيدي شنو النداء ديالكم سيدي اليوم؟ بغيت نطلب الله والمحسنين يشوفوا محاتي و تنحشم دواي و لا ما تحشمش ان شاء الله المحسنين غادي يعاونوك سيدي غيوقفوا معاك وانت في اعاقه ما زاديتي بهذ الاعاقه زاديت بها تنحمد مازال الخير ان شاء الله الحمد لله الحمد لله اذا كنتمنى شي محسن يدير لك شي مشروع هكا بحكم انك كتسعى كتخرج كتسعى الحمد لله وتمشي نخرج نسعى وما تنقدرش نهز راسي ما تنقدرش تنحشم بزاف ما تنقدرش نخرج لا اله الا الله محمد رسول الله وتنصلي ليل ونهار تنطلب الله تمن نهار يحن عليا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عايشة معايا الوالدة والمعدام الحمد لله الحمد لله كنطلب من شي محسن ولا محسنة يجيو يشوفوها من حالنا شوفوا حالتي هاهي راه باينة ندير واحد العملية هاهي الناس كلفوا ليا بالتركة واحد العملية كنطلب من الله والمحسنين يشوفوا من حالي ويشوفوا من حال وليداتي كتقدرش توقف على رجليك وعندي هكا كنت نوقف عليها ولات لي قابسي خطوة خطوة إذا المتتبعين الرقم ديال السيد رشيد هو 0622-31-26 نعاود الرقم 0622-31-26 هذا هو الرقم ديال السيد رشيد رشيد معاق زاد بالإعاقة ديالو متزوج الزوجة ديالو كتخدم اللي قسم الله فكنتمناو كنتمناو إن شاء الله خذي الميكرو لالا علاش لا ما نديروش نداء ليك انت مادام انت مرا مكافحه قبلتي بخونا رشيد يعني كتقابلي كتقابلي ميمتو فكنتمناو من المشاهدين حليمه تي باغا دير نداء كتمنى الا كان شي يعني شي اسره باغا اللي يعاونها في الدار ولا يدير لها ميناج ولا الطياب ولا اي حاجه كيتواجد في درب كبير او درب السلطان او في هاد النواحي فيحاول يتواصل معها علاش لا شنو كتعرفي ديري اختي؟ لا الطياب لا الطياب ما تطيبيش انا كنعرفو دوكا لا كيطيبو شويه دوكا لا كيطيبو كسكسو شنو شنو اللي مش الاكله اللي مشهوره عندكم في الدكالة؟ كسكسو كسكسو وانت دكالية غتكوني كتعرفي كنعرف كسكسو مزيان تبارك الله عليك الحمد لله اذا كنتمناو من الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو فاختنا حليمه كتمنى انها تلقى شي خدمه باش تعاون الزوج ديالها لعب المسؤوليه كما